أرجو أن تكونوا متمتعين في مصر. تعتبر دولة الصين بتاريخها وتراثها وحضارتها قريبة الشبه بمصر، أحد العناصر التي تنفرد بها الكنيسة القبطية هي رحلة العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر في القرن الأول الميلادي، وهذه الرحلة توقفت في 25 محطة داخل مصر. إن زيارتنا هذه زيارة مثمرة جدا، وأثق بأن من خلال هذه الزيارة ممكن أن نعزز التواصل بين الكنيسة المسيحية الصينية وكنيستكم الموقرة. فأخيرا وبالنيابة عن كافة أعضاء الوفد، أريد أن أتقدم لسماحتكم يعني أجمل امتياز.